السكان 5 مليون. أنا في وسط مدينة حلب، ولأول مرة في حياتي مش مصدق. لو بقولكم شو إحساسي هلأ، ما بوفي الدنيا حقها. امبارح قبل ما أسافر أهلي عم بيسألوني كيف رح تروح على حلب، لكني تحديت نفسي وأصريت إني أزور هاي المدينة اللي عانت كتير ولحد آخر 8 سنين من عمرها. بعد تعب وإصرار وطموح، أخيراً لأول عمري بحياتي في مدينة حلب الشهباء مع أخوي الغالي ابن حلب المتألق ماروت صوفي. يا أهلاً فيك أندراوس، نورتنا اليوم بحلب حبيبي. شكراً. وأخيراً شكراً. بعد مراسلة على مدى سنتين صرنا بحلب. أخيراً في حلب وأمام قلعة حلب اللي هي تعد من أهم المناطق اللي واحد لازم يزورها بس يجي على مدينة حلب الشهباء. قولي شوي عنها. يعني أنا بدي أحكي لك عن تاريخ بناء لهي القلعة. بلشت قبل الألفية الثالثة من الميلاد، وأندراوس مين بتخيل أنه هذا المكان قبل 2017 كان مهجور تماماً والحرب كلها عم تدور هون. يا عذراء يا يسوع المسيح. بهاي البيوت المدمرة قعدت لأسمع قصص أهليها شو عم بيحكولي عن معاناة الحرب. أي لحظة فكري أني أنا أبني بيدق علي موميت. مين من بسألني أنا أبني موميت؟ ولحد الآن بتوقع أني دق علي الباب افتح له. ما قدرت أحبس دموعي ومباشرة توجهت لسوق حلب القديم. عن جد هذا السوق هيك صار؟ هذا الوضع أحسن من بداية حلب كتير. هناك بين الدمار وكل ما خلفته الحرب شفت ضوء أمل. عمي يسلم ايديكم، رغم من الحرب والدمار لسا عندكم أمل. قدي أنكم كبير يا أهل حلب. الحمد لله يعني الدمار هذا كله نعمله إن شاء الله ونزبطه ونرجعه إن شاء الله أحسن من أول. بترجعوا أحسن من أول إن شاء الله بإذن الله. الله يخليكم ونطور بأمركم. الله يسلمك ويرضى عليك. راوس مثل ما انك شايف العالم كل يوم عم يتعمر هون، خلال فتره كثير قصيره رح تلاقي هذا السوق كله رجع مثل ما كان واقف. ان شاء الله يا ان شاء الله. اعطيكم العافيه. اصوات الجرافات وادوات البناء حلت مكان اصوات الرصاص والانفجارات، ليتحول اليوم السوق من دمار لاعاده اعمار. رغم من الحرب رغم من الدمار اللي عم تشوفوه ورا بالبنايات، أطفال حلب بدهم يفرحوا. طمأنينة سلام ومحبة مع أطفال حلب. على صوتكم جاهزين؟ أيوة هيك. مدينة حلب بين القلعة والريحان يا عيني. بين القلعة والريحان. شكرا يا حبيبي كلك ذوق. ما بشوف حلب ما بيعرف إيش معناته الدنيا. ما بشوف حلب ما بيعرفش معنى الدنيا. يعني دنيتنا هي حلب حبيبي. هي حلب وبس حبيبي. مين سلامة بالأبضاء. أنا مبسوط تكون عندكم لأول مرة بحياتي. أهلا وسهلا وشرفتونا وبقلعة حلب ونستونا يا أبضاء. شكرا. ونورت حلب اليوم. نورت لك. عطيني بوسة دخي. لا هلا رح خليني طعموني. خلينا اليوم نتغدى مامونية. خلص اليوم رح نتغدى مأمونية. تمام. باب الأحمر. الأكل وصل، رح نفرجيكم بعض من الأطباق اللي تتقدم صباحا في مدينة حلب. أول شيء هاي صحن الخضرة بيسموها سيرفيس، مزبوط؟ سيرفيس. وهون عنا البيض، بيض مع خضار. عنا هون الفول، منظره شهي ولا أروع، ومزينينه بالبندورة والنعناع أيضا.
عنا الفتة، فتة حلبية أصلية منظرها بيفتح النفس، مع طحينة مزبوط؟ تماما. وأيضا آخر شيء المشهورة اللي نفسي أكلها من حلب تحديدا، مامونية. المامونية هي يعني أهل حلب عملوها، فرح جربها لأول مرة بحياتي ورح أقول لكم شو رأيي على هذا الأكل من أمام قلعة حلب. خلصنا وأكلنا فطور صباحي وجربت مع ماروت المامونية الحلبية. رح نجرب الحمام، مزبوط اسمه حمام؟ حمام سو. حمام سو رح نجربه عشان نفرجيكم هاي الأجواء الحلوة ونقولكم خليكم معنا. أهلا شباب، انراوس اول ما خلصت الحرب هذا المكان كان عبارة عن خراب وكان اساسا ملطم. هلا بفضل جهود اهل حلب شوف كيف صار احسن بكثير من قبل، وفيك هلا تشوف هون بالضبط كيف بلشوا اهل حلب يعيدوا اعمار محل محل. هون كان يبيعوا الاشياء التذكارية مثل سوق تماما، سوق للسياح. بجهود اهل حلب وباصرارهم لسه في امل، حلب رح ترجع أحسن من أول بكثير. شو هاي الذرة؟ لا هون عنا مفردات خاصة، هاي اسمها بحلب بليلة. جرب قول بليلة. هاي هي كاتشب، مايونيز، شطة، صمون. لما تكونوا بمدينة حلب تحتاروا من أي باب تفوتوا عليها. باب أنطاكيا، من هذا الباب ما بتفوت بس على مدينة حلب إنما بتعبر التاريخ. هذا الباب هو الأقدم وأكثر أبواب المدينة عراقة. باب الحديد بعانق المدينة بالليل، أما بالصبح فبيحضر الطريق للنور والنار تحضيراً لأيدي الحدادين الماهرة. باب النصر مثل جميع أبواب المدينة لكل باب قصة وحكاية، هون بنتصر غصن الزيتون على الرصاص الطائش. باب جنين تغنى بجناين حلب مثل ما هي تغنت بقدوده، وفتح طريق خضرة حلوة بتوسطها نهر قوي. باب الفرج هو باب للأمل، هذا الباب الصغير أعطى لأهل حلب فرج بفتحه وحياة جديدة وطمأنينة للقلوب. باب الأحمر شاهد على تاريخ عريق بين مدخل الصحراء وحلب، فأعطى لكل معلم جاوره اسمه الباب الأحمر. كل الدروب لدى الأوروبيين توصل إلى روما، وكل دروب الحب توصل إلى حلب. صحيح أن موعدي مع حلب تأخر ربع قرن، كل دروب الحب توصل إلى حلب. ماروت شو بدك طعمينا اليوم حبيبي؟ لحم الكرز. هاي أكلة حلبية؟ 100%، هاي أطيب شي بحلب. عن جد؟ طبعاً. يلا معنا. وصل الأكل وخبروني شوي عن الأكل الحلبي. يا سيدي رح أشرح لك من هون لهون. كبة النية هي من أشهر الأطباق الحلبية، وفي إلى أكثر من طريقة رح تصير فيها. مكوناتها برغل وهبرة ودبس بندورة ودبس فليفلة وبصل. هذا الطبق الأهم بمدينة حلب والأشهر، لحم بكرز. هذا بس موجود بمدينة حلب، وإذا بتدوقوه برا حلب ما بيكون بنفس النكهة والكواليتي الموجودة. هو عبارة عن عصير كرز الوشنة أندراوس، كرز حصري هذا الوشنة موجود بمدينة حلب، وقلبه اللحمة ومثل ما لك شايف حاطين عليه الصنوبر توشكا، بقلبها جبنة ولحمة. خلينا نورجيه للمتابعين توشكا. ايه، وهي كبة صاجية. شو كبة صاجية؟ كبة صاجية هي برغل ومحشية لحمة بالكباب بانجان. كباب بانجان؟ كباب بانجان، لحمة بانجان، لحمة من أفظع وأفظع ما يكون. معجوقة، وهي معجوقة كبة بس مع جبنة أشقوان. كبة مع جبنة أشقوان.
فهي المكونات واخر شيء فتوش. حلب المدينة الوحيدة اللي بتمتلك 56 نوع كبة، ما في نوع كبة بيشبه الثاني. 56 نوع كبة بحلب. تمام. باي باي. لازم تعمل هيك، حط ايديك تمسك هيك، لأن هاي ما بدك شوكة وسكين، تعمل هيك كل لطافة وكل حب، بدك تحب الأكلة. صحتين وأنا على قلبك حبيبي. بعد تجربة لا مثيل لها للأكل الحلبي، قرر ماروت ياخدني على سهرة قدود حلبية لنختم فيها الليل. بدي أخذك على بيرويا، بس قبل ما نروح شوف هون الدمار وشوف هون العمار. من أمام قلعة حلب وفي مطعم بيرويا تنصدم للوهلة الأولى من جمال التصميم الداخلي. أخذنا من جمال المكان لجمال الصوت مع الفنان القدير صفوان العابد لنستمتع بالقدود الحلبية من حنجرته الذهبية. ضيافة وكرم وحب ونخوة. أوقات حلوة اختتمنا فيها يومنا في حلب ليكون عنوانها حلب بيلبق لك الفرح. مثل ما عودتكم بكل جزء هيك رحلتي بتكون خلصت وأجا وقت الوداع. مع الأسف كل رحلة بحياتنا إلا يكون إلها نهاية وتخلص، ما في ولا رحلة بتضل مستمرة معنا للأبد، لكن أجمل من شعور الحزن من نهاية أي رحلة بحياتنا هو الأمل ولهفة الحنين والاشتياق للرجوع وبداية رحلة جديدة. خلصت رحلتي في حلب وأخذت معي كل ذكرياتها الحلوة، هون وجوه أشخاص ما رح أنساها للأبد وحارات رح تضل محفورة بمخيلتي، صوت الأطفال بالأحياء القديمة، أم شهيد عم تستنى ابنها بكل لحظة ليدق عليها باب البيت، إيد عامل عم تتعب ليعمر من جديد كل ما خلفته الحرب. أملنا موجود والحياة موجودة ورح تضل موجودة. سوريا حلوة وما زالت حلوة ورح تضل حلوة للأبد، مع محبتي وتقديري وإخلاصي لوطني الثاني سوريا الحبيبة وشعبها الغالي. أندراوس بسوس. زمن بيغير حالي بالقلب، بالقلب حبك يا وطن يا كبير يا